يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن يقول هل يصلي الإنسان الشفع قبل الوتر وبعد قيام الليل؟ نعم الشفع قبل الوتر، الوتر هو الأخير، الركعة الأخيرة هي الوتر من قيام الليل، وإن أوتر بدون شفع أو صلى ركعة واحدة فقط أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يشفعه، أن يصلي قبله ما تيسر، على الأقل يصلي قبله ركعتين. نعم.